صباح الخير على كل مشاهدينا الجمال، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا مواهب صاعده. برنامجنا زي ما انتم عارفين بنستضيف دايما المواهب الجميله او اي حد عنده فكره جديده وحابب يعرضها قدام حضراتكم. هيكون معاكم انا اميمه الزيات وزميلتي رنا عبد الناصر. اهلا بيكي يا رنا. اهلا بيكي يا اميمه. صباح الخير علينا جميعا، ويا رب يبعد عننا شر الغير. كل سنه وانتم طيبين. النهارده الفقره بتاعتنا مختلفه جدا، فقره بتتكلم على الدم واكتشاف حاجات وبنود لبنك الدم. هيكون طبعا معانا الضيف، ممكن اتعرف بحضرتك وتحكي لنا اكتر قدام الشاشه. بسم الله الرحمن الرحيم، انا محمد كامل عبد العزيز، محمد يوسف من الاسكندريه، طالب في كليه الاداب نظم المعلومات الجغرافيه. ما عاصرت فكره بنك الدم بسبب التعمي، رحت بيها المستشفى عشان اخد اكياس بلازما، لقيت ان انا ما اخدتش الاكياس البلازما اللي انا عايزها. بس هنا اكتشفت ان الدوله بتعمل مجهود خارق. المفروض مين اللي يهتم بالطفل، الاب والام ولا الدوله؟ انا اخدت 3 اكياس بلازما من 5 اكياس، هل انا كان من حقي ان انا اخد الثلاث اكياس بلازما بمجهودات الدوله؟ انا ما اخدتهمش بولا ربع جنيه، ما دفعتش ربع جنيه. طيب ممكن تحكي لنا يعني باختصار او تفهمنا عملت ايه؟ انت وقلت لنا اللي انت عندك فكره اللي انت هتطور بيها الدم للمواطن. أيوة ان كل الفصائل بتاعه الدم هتوصل للمواطن، يعني مش هتخلي حد محتاج. طيب فهمنا بقى اكتر. نظام المتبرع، عايز اعمل له نظام. النظام بتاعي انا في الاساس هنا المتبرع الحالي، اول حاجه بيتبرع عن طريق المستشفيات او السيارات المخصصه من وزاره الصحه. المتبرع ما بيروحش المستشفى غير لما بيكون فيه عنده حاله طارئه لقرايبه في المستشفى. يعني هنا ما بيتحركش المواطن غير في وجود المشكله. تمام. السيارات المخصصه من وزاره الصحه، السيارات دي الدوله بتطلعها لنا، بتصرف كام يا فندم علشان خاطر تطلع من مكانها للمكان اللي هتاخد منه المتبرع؟ مثلا بتطلع من بنك الدم في اسكندريه مثلا عندنا لحد مثلا ايه مجمع بتاع الكليات، عشان هنا اعلى نسبه للطلاب. تمام. هنا بشوف ايه؟ بشوف سلوك غير حضاري. احنا بنهين الفريق الطبي اللي هو بينزل علشان خاطر. بمعنى ايه؟ وضح لنا اكتر معلش. يعني يا فندم بيجي الطبيب او بيجي الممرض يقول لحضرتك اتبرع بالدم، يهرب منه كأن الطبيب ده بيتسول منه الدم، ودي غلط كبير جدا. احنا المفروض نقدر ان في فريق طبي الدوله منزلاه علشان خاطر يحافظ لي على دمي، او يحافظ يجيب دم المواطن تاني. عندنا امراض كتير محتاجه للدم، عندنا انيميا بحر متوسط، انيميا منجليه، انيميا الفول، عندنا حوادث، عندنا حروق، عندنا حاجات كتير جدا بتحتاج ان انا اديله دم. طيب ايه فكرتك يا محمد؟ الفكره بتتكلم في ايه يا فندم؟ اول حاجه ان مفيش اصلا دوله في العالم قدرت ان هي تصنع لي حاجه شبيهه للدم. تاني حاجه ان انا الدم ده مش هتحصل عليه غير من المتبرع، والتبرع بالدم مش عمليه اجباريه، التبرع بالدم عمليه اختياريه. اول حاجه انا في المشروع بتاعي بقى يذهب كل مواطن بدون اجبار، يعني ما اجبرهوش، على اقرب مستشفى تابعه لوزاره الصحه حكوميه او الصحه التابعه ليه. طيب هي دي اللي حضرتك بتقوله ده يتعمل ازاي؟ يعني انت قلت مش اجباري. طيب يتعمل ازاي؟ المواطن اللي عنده وعي وخايف على نفسه واسرته والمجتمع هيذهب الى المستشفى، اقرب مستشفى اليه او الصحه الاقرب ليه. برضه هنعمل له يا فندم، انا عايز هنا بقى ادخل النظم المعلومات اعرف معلوماته. هيديني صوره البطاقه الشخصيه، رقم التليفون بتاعه، عايز افعل حاجه اسمها البصمه. تمام. بصمه المواطن. هنا بقى هاخد منه 10 سنتي بس او قليل من الدماء لتحليل الدم ده. ده يثبت لي اذا كان هو صالح للتبرع او غير صالح. تمام. سواء صالح للتبرع او غير صالح للتبرع هو اهلا بيه معايا في الفكره بتاعتي. طيب المواطن الصالح اللي جالي ده انا هقسم له 3 كروت. الكارت الاول هو الكارت الذهبي اللي هو هيكون انا عارف ان انا بتبرع يوم 1/1، هتبرع تاني يوم 1/6 مثلا بطريقه مستمره او غير مستمره اللي انا حدده. طيب حضرتك معلش اقطعك في الكلام، حضرتك شايف ان في التزام من المواطن كونه يروح يتبرع ويكون عارف الميعاد اليوم الثاني للتبرع للدم، لما اصلا احنا في حياتنا الطبيعيه ما فيش التزامات، هيلتزموا ببنوك الدم وبالتبرعات؟ يا فندم اللي مش هيتبرع، اللي مش عايز يجي يا فندم مشروعي ما يجيش. تمام. بس ما يجبرش الدوله على ايجاد دم ليه، زي ما انا ما اجبرتكيش حضرتك ان انت تيجي يعني المشروع. يعني هي حمله تطوعيه. هي مش حملة تطوعية، الفكرة لسه ما كملتش. انا بقى عندي 3 كروت، الكارت الذهبي. طيب. والكارت الجملي. والكارت الاحمر الغامق. الكارت الاحمر الغامق دول الناس اللي وزارة الصحة هتخبرهم
ان هم جم للمشروع بس هم دمهم غير صالح ليه؟ غير صالح للتبرع بالدم. تمام. نفترض هنا عندي 40 مليون مواطن ذهبوا ونفذوا الفكره بتاعتي. هطلع منهم 20 مليون صالح للتبرع و20 مليون غير صالح للتبرع. فايده الكارت اللي هيبقى مع حضرتك الفيزا هيبقى مكتوب لك نوع فصيلتك. فايده البصمه ان لو حصل لاي مواطن مكروه في الشارع حصل حادث بتيجي وزاره الصحه بتبعت له طبعا عربيه الاسعاف. اول حاجه بتبعت له عربيه الاسعاف لحد المكان اللي هو بيكون فيه. ايوه امال ايه يعني واحد عمل حادثه على الصحراوي العربيات بتاعت وزاره الصحه بتطلع. طيب تمام. اول حاجه بنعلق له كيس دم ده لو هو محتاج مثلا لنقل الدم في اثر الحادث. فبنعلق له فصيله دم ايه؟ او سالب لان دي بتدي جميع الفصائل مانح عام. انا كده بضغط على الفصيله دي انما انا عايز اول ما يركب اول ما الفريق يبقى الفصيله بتاعته جاهزه ان هو ايوه ياخدها. انا مش عايز واحد بعد كده يطلع على مواقع السوشيال ميديا يقول انا محتاج 12 متبرع. طب اجيب لك منين 12 متبرع دلوقتي وانت هتموت؟ طيب تمام. انت قلت ان بيكون في زي كرتين. لا ده ثلاث كروت. قال ثلاث كروت لسه في كارت ده الفضي ليه حاجه تانية خالص. تمام. بيتم التعامل ازاي مع كل كارت؟ كل فئه يعني الفئه دي هتاخد الكارت ده هيتعامل الكارت معاهم الدهبي. ازاي؟ اه الكارت الذهبي انا خلاص كده انا مدرك 100% ان انا لازم اتبرع بالدم من اجل مصلحتي الشخصيه ومصلحه اسرتي لان اللي هيتبرع بالدم هياخد كل مره هتتبرعي بالدم هيتكتب لك فيها على الكمبيوتر ان انت اتبرعتي يوم كذا الساعه كذا. احنا عندنا في المتبرع الحالي اللي كل دول العالم ماشيه بيه بنديك شيك ورقي. الشيك الورقي دي علشان انا في جغرافيا عارف حاجه اسمها عوامل طبيعيه وعوامل بشريه. العوامل البشريه. انت جغرافيا ايه؟ دارس جغرافيا يعني ولا ايه؟ اه اداب جغرافيا. اداب جغرافيا. طيب تمام. في حاجه اسمها العوامل البشريه. العوامل البشريه انا نسيته، اتسرق مني، ضاع، تم اتلافه. كل ده انا متعرض ليه؟ للشيك الورقي. هل في حاجه مثبته ان انا اعرف الشيك بتاعي فين؟ لا لو ضاع خلاص مفيش مجال ان انت تعرف كده فعلا. الدوله مش برضو مش ظلماك، الدوله مديالك شيك حافظ عليه بس انا مواطن اهملت فيه. فانت فكرتك ان احنا نعمل الفيزا لكل مواطن فيزا؟ لا مش كل مواطن، المواطن الصالح اللي عايز يفيد نفسه والمجتمع وراح يفيد اسرته. اه تمام. الكارت ده هيتكتب لك فيه انت اخد دم مطلع دم قد ايه للدوله. كيس 2 3 يجي هو يحتاج بقى يعني مثلا لو احتاج 5 اكياس بلازما لبنته انا وهو متبرعين بالدم لما هو يبقى عايز 5 وهو متبرع ب3 يبقى فاضل عندي 2 انا هقدر اديهم له. لو نفس الحكايه بس بالعكس انا اللي عايز وهو اللي ايه يعني فكرتك فكره بتساعد بنك الدم. اكيد طبعا. خلينا طيب نحكي للناس فكره بنك الدم ظهرت لك امتى. الحكايه اللي حكيتها لي على قريبتك تقريبا بنت عمي. ممكن تحكي لهم سريعه. طفله 12 سنه كانت محتاجه الصفايح وبلازما. رحت عشان اجيب البلازما الدكتور اداني الورقه وقال لي روح هات البلازما بتاعتك من بنك الدم. لما رحت بنك الدم قعدت بعض الساعات واخدت برضو اكياس البلازما. لما اخدت اكياس البلازما ما كانتش هي كامله نفس العدد اللي كان مكتوب في الورقه. هنا بقى انا سالت نفسي مين اللي يبقى مهتم بطفله؟ هل الدوله ام الاب والام؟ لان انا عندي في المشروع بتاعي في حاجه اسمها كارت الاب والام. لما يبقى طفل يعني هما ثلاث كروت من ضمن الكروت اللي معاك بيكون في كارت ما يسمى بكارت الاب والام. طيب تمام. ممكن تحكي لنا برضو كمل قصتك واحكي لنا. ماشي. دلوقتي لما انا اخد ثلاث اكياس من الدوله وما دفعش ما دفعتش منهم جنيه واحد كده الدوله عامله مجهود. طيب يا محمد معلش سريعا قول لنا دلوقتي ايه الاجراء اللي ناوي تاخده يعني علشان توثق الفكره بتاعتك دي؟ ان شاء الله ناوي ان انا اعرض الفكره بتاعتي هنا وان انا اروح لوزاره الصحه اعرض عليهم الفكره. لو هم اقتنعوا بيها وشافوا ان هي صالح المجتمع المصري ال100 مليون وازيد لان انا بعمل علشان خاطر ابني اللي جاي بالظبط مش بتبرع بالدم في الوقت الحالي لنفسي او لوالدي او لوالدتي. ده حاجه هتفيد المستقبل. حاجه هتفيد المستقبل. احنا ليه بندور؟ بنشوف دايما البني ادم المصري بيدور هو احتياطي الرز كام يا فندم. احنا ليه بندور على احتياطي الاكل والشرب ومش بندور على احتياطي الدم؟ صح. طب يا فندم الدم ده اصلا علشان انا اتبرع بيه واديه للدوله علشان يطلع لي المشتقات بتاعته بيحصل مجهود فوق الفظيع. دلوقتي عشان مثلا يبقى عندي صفائح عايز حضانات هزاز شغاله متواصل درجه حراره معينه البلازما
نفس الكلام، الدم نفس الكلام. في المشروع بتاعي لما انا عملت نسبه ال 40 مليون ال 20 مليون مواطن صالح للتبرع وال 20 مليون غير صالح للتبرع، ده ليهم حاجه واللي انا عامله تحت حاجه ثانيه. انا عندي ايه؟ ال 20 مليون متبرع دول انا خلاص الكارت هيبقى طالع لحضرتك النوع الفصيله بتاعتك، ما بتعانيش من امراض. الكارت الاحمر بيطلع لك نوع الفصيله ولو عندك اي امراض بيتكتب لك فيها. ال 20 مليون متبرع دول انا هخلي 18 مليون بس هم اللي يتبرعوا، زائد ان انا بعمل عليهم كشف طبي كل مدى ما كل ما هو بيتبرع انا بعمل له كشف بيتاكد لي ان الدم بتاعه نقي 100%. دي حاجه مش موجوده يعني اي واحد بيتبرع بالدم. يعني هو برضو كمواطن مستفيد ان هو هيعرف حاجات عن فصيله الدم بتاعته، عنده امراض او يا لا. يا فندم خليه هو معايا في المشروع متامن على دمه. ازاي متامن على دمه غير الفيزا؟ يكفيكي ان يا فندم لما تتبرعي بالدم وتروحي تلاقي رساله من وزاره الصحه المصريه بتقولك ان دمك 100%. تمام. ما فيهوش اي شوائب ولا اي حاجه تضر جسمك. ده انت كده اي واحد بيروح يعمل تحليل دم في اي معمل بيدفع كام؟ عامه يا احمد فكرتك جميله. محمد صح، معلش. عامه يا محمد فكرتك جميله جدا، وطبعا هيكون معانا محمد في بعض الفقرات اللي جايه باذن الله يشرح لنا اكتر على فكره ابتكار بنك الدم. بس قبل ما نقفل مع حضرتك عاوزين بس نعرف، هل الدوله قصرت في ده؟ لا الدوله ما قصرتش، بس انا ما كملتش لسه، خلي بالك الموضوع. ماشي، ما انت قول لنا على الدوله وهخليك تكمل عشان خاطر معانا فقرات ثانيه وقت الفقره. فقول لنا الفكره بتاعتك كده بسرعه بشكل سريع. تمام، مبدئيا كده يقول لنا هل الدوله اثرت في ده ولا لا، وبعد كده كمل لنا الفكره بس سريعه عشان ورانا فقره تانية. الدوله ما اثرتش في ده، بس انا بحاول اطور النظام اكتر يديني قوه اكتر. ال 20 مليون مواطن الغير صالح دول انا مش هسيبهم غير صالحين لعدم التبرع، بل انا عايز اعالجهم. بس هنا المعالجه مش هرميهم كلهم على الدوله. لو كل مواطن من غير صالح للتبرع بس جالي هيديني 50 جنيه في السنة. تمام. هقدر ألم مثلا من الناس دي الفلوس دي لو عرفت أعالج مليون مواطن في ظرف سنة، أو أنا عملت إنجاز تاني تابع لوزارة الصحة. يعني أنا كمواطن هروح أدفع 50 جنيه علشان إيه تحديدا؟ علشان خاطر هتاخد بها علاج يعالج الدم ده. ما هو أنت دمك إحنا الدم ده أقوى حاجة في الجسم، هي صح اللي شغالة صح كل الوظائف. صح. هو ناقل الاكسجين، ناقل الطعام، مخرج. طيب وانت شايف ان ال 50 جنيه هتكفي لكل لو 20 مليون مثلا؟ ما هو من ال 20 مليون مش كلهم هيتم معالجتهم. ليه بقى؟ لاني عندي امراض مزمنه. يعني مثلا طالب عنده 20 سنه وعنده مرض السكر، هل هيخف من السكر؟ لا مش هيخف منه، بس لو دفع 50 جنيه وساعد مواطن تاني ان هو يخف، اصبح المواطن التاني بيتبرع بالدم، لما ده يعوزه مريض السكر ده هيلاقيه، يبقى هو ساعد غيره بنفسه. تمام يا محمد. طيب لو عندك اي كلام تاني عن المشروع بتاعك تقوله سريعا عشان خلاص يعني وقت الفقره للاسف انتهى. لو ذهبنا الى المستشفى هنجدوا ثلاث اشخاص، مواطن متبرع بالدماء، مواطن اتبرع ب 50 جنيه، مواطن غير صالح ما جاش اصلا المشروع. اول حاجه مين اللي هياخد؟ عندي ثلاث حالات وعندي ثلاث اكياس، هدي للثلاث حالات. انت عامل ميزانيه يعني لكل ده؟ كل ده طبعا موجود معاك بالورقه والقلم. طيب تمام. طيب محمد كمل بسرعه. فانا لو دلوقتي عندي الثلاث اشخاص دول، هدي المتبرع بالدماء اول واحد، وتاني واحد المتبرع ب 50 جنيه لانه حاول ينقذ نفسه ينقذ المجتمع. اما المواطن الغير صالح ده بقى انا هخليه يشتري كيس الدم، بس بعد ما احسب له مجهودات الدوله واحسب له سعر دمي. مش هيبقى التكلفه عليه اعلى من الفئتين. امال ايه؟ انا مش هديله خير بلدي كده بسهوله ودمي ببلاش. لا ده هو حاسبها صح. وبعدين يا فندم كيس الدم ده هيتقسم فئات، انا مش هحاسب الغني زي الفقير. تمام. نيجي بقى تاني حاجه، لو رحنا المستشفى وعندي نفس الثلاث حالات بس عندي كيسين دم بس، الغني او الشخص الغير عاقل اللي ما جاش المشروع ملوش دم عندي، انا هنقذ اللي جالي اللي حقق نسبه ان هو ينقذ نفسه. تمام يا محمد، احنا فهمنا الفكره بتاعتك سريعا. هو للاسف انت ما لحقتش تعرضها كلها، وان شاء الله ان شاء الله طبعا هتكون معانا في بعض الفقرات اللي جايه. بنعتذر منك جدا، الوقت الفقره خلص وهنشوفك مره ثانيه، وبنشكرك جدا على تواجدك معانا النهارده وشرفتنا ونورتنا. شكرا ليك يا محمد. نطلع فاصل نرجع لحضراتكم مره ثانيه.